يقاتل فيها الهلال والنصر. وعلى ذكر الوديات كانت كلها قبل 53 سنة بالتمام والكمال، كلها في عام واحد عام 70. ولذلك لا تصدقون إطلاقا أنها مباراة ودية، هذه ليست ودية، أكبر من ذلك بكثير. انطلاقة في هذا المكان الخطير، لا زالت قائمة وتلعب، ومرت من الجميع، مرت من الجميع. كرة بميشيل سعود، سعود 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 سعود، العرضية، الله الله الله، الهلال يبدأها، الهلال يبدأها، ويليق بقمة كهذه، بداية كهذه، يليق بقمة كهذه، بداية كهذه، هدف كهذا، متعة متعة كهذه، هدف للهلال بعد عمل كبير وبعد نهاية لا شك انها يا عبد الإله. النصر كانت على محاولات لكنه يخطئ الآن، يخطئ الآن، والكرة، الله 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 الله، لكن راقد نجار. يكفي فقط أن نقول هلال ونصر، ونصر وهلال، هنا مالكم، لكن يحسب لراقد النجار أنه قطع الطريق وضيق المساحة. بل الأربع وعشرين دقيقة من هذه القمة الكبيرة التي بالفعل فيها هلال متقدم على النصر بهدف للا شيء، ورابك خاطئة 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 من رونالدو، خاطئة، الله الله الله، خطأ الكبير ليس كأي خطأ، عندما يخطئ الكبار يا دون فإن الخطأ يكون مضاعفا. هذه اللعبة أرسلها بالخطأ، وصلت إلى ميشيل وكاد على كلمته في الوقت المحتسب بدل الضايع. هذه انطلاقة، الله 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 الله، هذا سالم الدوسري، وهذه أهدافه، هذا سالم الدوسري، وهذه أهدافه في القمة في الدربي. تعود الابتسامة لسالم الدوسري، وياهي ابتسامة، ياهي ابتسامة، الله 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 الله، يعشق هذه المواجهات، يعشق هذه الدربيات. لكن مالكم مالكم، أهداه هذه التحفة، عينك على النهاية، عينك على اللمسة، عينك على الروعة، عينك على الفتنة الكروية عندما تحضر. الله الله الله، الهلال معالي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ طبعا، وطبعا الأمير الوليد بن طلال، الرجل الذي يعلم الكل طبعا عشقا للهلال، قالوا له فيه عين للعالم بها. المردة فعل للنصر، محاولة من جانب أوتافيو بالكرة الماضية، يفقدها، تعود إلى سالم الدوسري، انطلاقة شريعة للأمام، يسرو بيش، أرضية خطيرة، هدف وتسلل، عمل كبير جدا. هذه اللقطة طبعا اللي احتاج النصراوية عليها، سقط أوتافيو، بعد ذلك استمرت الكرة وجاءت الكرة بهذه الصورة، جاءت الكرة بهذه الصورة، يستروفيتش في اللقطة الماضية، والمتابعة من مالكوم، و طبعا اللعبة احتسبت تسلل، لكن احتجاج بين رونالدو وبين سالم الدوسري حتى الآن، حتى الآن حتى الآن تشهد طبعا الفوز الثالث ربما للهلال، وتشهد الهدف الأول بالمناسبة لسالم الدوسري عندما يقابل كريستيانو رونالدو، يكون افتتاحية مذهلة جدا للهلال طبعا ملعب الجديد. هذا هو الدون، هذه كرة للأمام خطيرة خطيرة خطيرة، لكن بتصل إلى بونو، غضب. هذه لعبة الدون خلف الجميع، تاليسكا بعد ذلك يتقدم مع كوليبالي، وطبعا السنغالي مع هل ينتظرون شيئا؟ لا،
التوفيته موجوده، لكن تعود الان للعمري عبد الاله العمري. بروزوفيتش حلوه منقوله للامام والدور يسدد وابو الضيع مضيع على النصر، لكن موجود بونو شوف النقله، ما في تسلل بالمناسبه، كاد كريستيانو ان يقلص. جميله منقوله من جانب بروزوفيتش الاولى يبعدها ابونو، الثانيه بالقدم اليسرى او اليمنى من الدون. مضيع فرصه لان يسجل الدون، لان يقلص الفارق، لان يعود النصر في الشوط الثاني متاخرا في كره القدم. لكن هذه المباراه الان وفي الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع ومتبقي تقريبا دقيقة، خطيرة الكرة الماضية، الله الله، لكن موجود راغد النجار وتبلغ المجد والعلياء. هذه كرة كانت لإعادة الهلال في هذا المكان. الله 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 الله، ما الذي تفعله يا سالم الدوسري؟ اوه، شيء من السحر، شيء من السحر. سالم الدوسري العاب مراوغاته، تقدم المذهل في الكرة الماضية، وكاد ان يسجل هدفا مذهلا في الكرة الماضية. يا له من غرور، ويا لها من انطلاقة، ويا لها من استمرارية، ويا له من غضب، لأنه أضاع فرصة هدف ثالث في شوط أعتقد أن الكل يتفق على أنه كان شوطا هلاليا واضحا. يبدأ بعد ذلك لدي بداية الشوط الثاني لدي الآن، ولدينا ضربة ركنية، ولدينا تياغو نيفيس الذي يقود كل محاولات الزعيم في خط الوسط. الكرة من ضربة ركنية تلعب بالرأس وخطيرة، الله الله، لكن الهدف يلغى، الهدف يلغى، وسيعودون للفار هذه اللعبة هنا. وهل كان البلاهي متسللا؟ الأقرب أن يكون متسلل بالمناسبة، الأقرب أن يكون متسلل، لكنه مدافع الذي طبعا لا شك مطالب بعمل كبير. و هذه الكرة الرأسية اللي لعبت من جانب يسو متروفيتش ووصلت إلى البليهي، سجلها في الشباك طبعا، ولكنه عند العودة للفار أتبين أنه كان متسللا في الكرة الماضية. طبعا هذه المباراة تنقل الكثير من القنوات العربية، مباراة الهلال والنصر، وأول مباراة بالمناسبة بين كبيري الرياض تديرهم السيدة. غضب كبير، والإنذار ربما يظهر أهم لعيبة في النصر، رونالدو إنذار، بروزوفيتش إنذار، تاليسكا إنذار، وهنا التدخل الذي حضر من جانب من جانب تاليسكا على لودي في الكرة الماضية. هذا أغضب رونالدو، هذا جعله يسدد الكرة طبعا بتلك الصورة، وكان الإنذار بالتالي بهذه الصورة طبعا تفاعل، لكنها أقرب لفريق نادي النصر. يحاول 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 سالم الدوسري في أخذ المصور، أخذ له وحده طبعا، ما كان فيه، كان فيه دفاع وكان فيه حرص وكان فيه، وسلامات ان شاء الله تعالى لسالم الدوسري، سلامات لسالم الدوسري. بالمناسبه سالم الدوسري يخوض مباراه رقم 32 ضد النصر، اكثر لاعب من هذا الجيل، اكثر لاعب من هذا الجيل للخيبري، للابورت، ماني، النصر بحاجه لعمل اكبر 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 اكبر. الله الله، يكمل هذه السهره ويكمل لنا هذه الأمسية المذهلة. كرة تلعب وتبعث وتسديدة ومحاولة، الله الله الله. إذا سئلت عن أجمل هدف لم يسجل في المملكة أرينا، فقل لهم إنها خلفية أوتافيو. أوتافيو أجمل هدف لم يسجل في المملكة. الله 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 الله، من اللعبة الماضية. ساديو ماني موجود، بونو في الأولى، بعد ذلك الخلفية، كان بحاجة إلى شيء من الحظ،
الى قليل من الحظ. اعتلت المرمى ساديو ماني عن طريق بتروفيتش الى ميشايل. ميشايل ينطلق، ميشايل يسدد. الله الله، راغد النجار، راغد النجار يحضر بصورة ممتازة في الكرة الماضية وينقذ هدفا هلاليا لرونالدو. أندرسون تاليسكا لأوتافيو، رونالدو شددها خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب في الكرة الماضية. و شوف تفاعل طبعا جمهور الهلال لما يضيع رونالدو، عينك على دون، استقبلها صح، سددها بالقدم اليسرى ولكنها مرت خارج الملعب. التبديلات مستمرة الآن، هذه اللعبة من جانب ميشيل، هذا اللاعب كلما قال البعض أنه في الطريق للرحيل. أوتافيو البرتغالي البرازيلي، ساديو ماني، أوتافيو، لابورت، النصر يستحوذ بلا خطورة وبلا وصول، والآن ربما الآن 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 الله. أوه، الراية موجودة بالمناسبة، الراية موجودة في أفضل حالاته، لا شك يكون خطير على مستوى الصناعة وعلى مستوى هذه اللعبة من العليوة. جاء بالعرضية، ما في متابعة إطلاقا، هو استقبال جميل أمام بونو بثقة كبيرة، مرور جميل للشاب الصغير عبد العزيز العليوة. ليست الآن في اللقطة الماضية، لا زالت نصراوية، محاولة مستمرة الإبعاد في الكرة الماضية، مرتدة لنادي الهلال لكنو، يأتي بكرة لزميل مالكوم، هذا كنو. على مثل هذه الكرات، والقائد الجديد الآن اللي هو الشهراني ياسر، والمحاولة والكرة، التسديدة خارج الملعب. اليوم ما سجل، ما سجل، لكنه خطير في كل حالاته، خطير بكل حالاته. المحاولة حاول يركنها، هذه لو كانت ضبطت تكون الشباك.